هناك هتلاقي خيط يوصلك لحسن يا عرب. اكتب يا عرب الكلام ده عشان ما تنساهوش. تنهى ولا بحاجة؟ ايه ده؟ القهوة. مين اللي طلب قهوة؟ مش وانا واقف هناك قلت لي هات لي قهوة؟ جايز جايز اكون قلت لك. بقول لك ايه؟ مين الواد اللي قاعد هناك ده؟ انا واحد فيهم. ايدك انت هتسيح. الواد اللي لابس جاكيت كله بادجات. لا ده مش فاكره. طب خد دي تفكرك. تصدق انا كده افتكرت اسمه حمادة ربيع. حمادة ايه؟ حمادة ربيع. ربيع ومين العيال اللي قاعدة معاه دي؟ لا دول مش فاكرهم. واطي خد دي يمكن تفكرك. انطق. مش فاكرهم بجد مش فاكرهم. قلت لي اسمه ايه؟ حمادة ربيع. حمادة ربيع. هو لو مؤاخذة حضرتك بتكتب ايه؟ بكتب اللي بتقوله لي عشان ما انساهوش. خد دي تفكرك. والله فكرة. انا ماليش دعوه والله العظيم ما اعرف حاجه. انا كنت بجرب على بيت زبون وفجاه طلع لي من تحت الارض ما عرفتش ابديه فخبطت. خبطت مين يا انا بتكلم على الواد؟ واد مين؟ الواد والله والله ما كان قصدي. انا جيت اغزه سرحت غزت ابني. هو انت ابو فتحي خابور؟ فتحي خابور هي حصلت يا ده. انت يا ده الواد اللي خدته مني على طريق مطروح وديته فين؟ والله العظيم ما اعرف حاجه عن اللي بتقوله. وربنا المعبود ما اعرف حاجه. ولا شكلك انت جايبها منين؟ عجباك مشكله؟ بس لو في منها رجالي انت هتخسر. اخلص. هقول لك دي مش بتاعتي. ده انا واخدها تخليص حق من الواد حمو. حمو؟ كان بيصلح الفيسبوك بتاعته عندي وهو مفلس فدهاني بدل الحساب. هو عمل لك حاجه يا اخ؟ مش شغلك. الواد ده ساكن فين يا ها؟ الواد ده ساكن فين يا؟ هقول لك شارع حسونه بالمدابغ بيت نمره 8 فوق السطوح على طول. استنى يا حلو قول بقى الكلام ده من الاول. والحمو اللي خطف ابنك ساكن في شارع حسونه في المدابغ عمارة نمرة 8 فوق السطوح. ايه وانتوا تطلعوا مين بقى ان شاء الله؟ برنامج همسة عتاب. اخلص. اقول حمو اللي خطف ابنك ساكن في شارع حسونه في المدابغ بيت نمرة 8 فوق السطوح على طول. حمو اللي خطف ابنك ساكن في شارع حسونه في المدابغ. انت بتعمل عندك يلا هنا؟ انا
مش فاكرني ولا ايه؟ ده احنا كنا مع بعض في درس البيانو. عليا الحرام لو ما نطقت لدفنك هنا. ياض انت ياض قول انا ربطك هنا ليه؟ يا عم حرام عليك بقى، انت عايز تعرف انت ربطني هنا ليه؟ ما تستعبطش ياض وانت. طب بس قول لي انت عايزني اقول ايه وانا هقول على طول. انا ربطك هنا ليه واضحه، اخلص. يا ليله امي السودا. خلاص خلينا بقى قاعدين هنا الصبح. يا عم حرام عليك، انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك. حمو اللي خطف ابنك ساكن في شارع حسونه في المدابر ابن 108 السطوح على طول. انت حمو؟ حمو؟ ايوه انا حمو. حبيبي حمو. يا صلاح انا لقيت عيل من اللي خاطفين حسن، ثبته في المسبغه القديمه اللي في المذبح. تعال حالا، عايزك واحدة واحدة بقى كده يا حلو تحكي لي اللي حصل، بس واحدة واحدة. أروح أمك عشان شكلك يطلع حلو في الكاميرا. والله العظيم والله العظيم أنا ما أعرف ابنك فين. بص أنا فعلا كنت معاهم وإحنا بنخطف الواد، بس بعد كده حصلت شوية مشاكل، رحت هربت منهم وما بكلمهمش أصلا. ولما عرفت إن أنا هطلع من المولد بلا حمص قلت أعمل أي مصلحة أي سبوبة، قلت أتكلم من وراهم وأطلب فدية وكلمتك. بس ورحمة أمي ورحمة أمي ما أعرف ابنك فين. يعني أنت بتساومني على الواد وهو مش معاك؟ ألاقي فين الكلاب دول؟ والله العظيم ما أعرف فين والله. أنت اعمل حاجة واحدة صح قبل ما تقابله أبوس إيديك. أنت ابني هيروح مني. 19 11 6 وشرف معاليك يا باشا ما اعرف عنه اي حاجه. انا حتى بقالي يومين لا اتصل بيا ولا شفته. ولا صلاح ما تحورش عليا وما تورطش نفسك معاه. عربي متهم بجريمه قتل وهيتمسك. هيتمسك قتل؟ قتل يا باشا؟ ده عربي غلبان. المره اللي كانت مع القتيل اعترفت عليه وقالت على كل اوصافه وان عربي كمان كان بيطارده ويروح امك. خلاص يا باشا خلاص يا باشا، لو عربي حصل منه حاجه زي دي يبقى انتوا من حقكم تعملوا اللي انتوا عايزينه يا باشا. وبعدين عربي هيروح فين يا باشا؟ اكيد لو حصل منه حاجه زي دي يا باشا هيبقى ناسي وهيجي على البيت عادي، واديكوا قاعدين مستنيينه. ولو حصل اي حاجه يا باشا هبلغ معاليك على طول يا باشا. عن اذنك بقى يا باشا عشان انا عندي سبوبه يعني شغل، عندي نمره يا باشا. اتكل على الله روح امك. الله يرحمك يا امك. بس دي حاجة غريبة أوي يا عربي، إيه اللي يخلي الواد ده يكتب لك معلومة ممكن تساعدك مع إنك قتلته؟ قتلته؟ قتلته يا صلاح أنت كمان؟ اتجننت يا صلاح؟ قتلته يا صلاح؟ أهو خليك ورا اللي حمو قاله. اللي قتلوا حمو هما اللي خطفوا الواد. معناته إيه الأرقام ده يا صلاح؟ أنا مش فاهم حاجة. معناتها إيه الأرقام ده يا صلاح؟ إهدى يا أخويا. ها؟ إهدى يا أخويا بس وريح نفسك، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة يا أخويا، كل حاجة بتيجي واحدة واحدة. ما عقبال ما تيجي يبقى الواد راح مني. يا عم فال الله ولا فالك، حرام عليك يا اخي ما تحصرناش على العيل. قوم يا عربي قوم اتصرف لك في مطرح تريح فيه شويه عشان البوليس مراقب بيتك. يلا يلا يا عم والصباح رباح. يلا اتكل انت على الله صلاح، انا هتصرف. اتكل انت على الله، مش عايز اعمل لك مشاكل. مشاكل؟ بتقول لي انا مشاكل يا عربي؟ عيب عليك يا اخي، ده احنا عشره وعيش وملح، ده انا في ديك برقبتي يا عربي. يلا قوم عشان تريح صلاح. اتكل والنبي يا صلاح، اتكل يا صلاح وسيبني في حالي يا اخي، سيبني في حالي.
ترجمة